السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة الاتصالات. اليوم جئتكم بموضوع جديد وهو الاي كلود وما يخص الاي كلود وشنا هو الاي كلود. كثير من الأصدقاء تتساءلوا ما هو الاي كلود. مهم، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على زر سبسكرايب ولي لايك إن شاء الله باش نزيدوا قدام. إذا ما درتوش لي لايك وما بارطاجيتوش لي فيديو راه ما نزيدوش لقدام وما تخدمش هاد لاشين. المهم شي حوايج اللي هما بدون احتكار راه ما تشوفوهمش. حيت انا تنعطيكم شي حوايج اللي بدون احتكار، كما تعلمت انا شي حوايج واللي وصلت لشي حوايج انا بغيتكم حتى نتوما تتعلموا ليهم وتعرفوهم ساهلين، راه ماشي صعيب هاد الشيء. المهم دعمونا في الفيديو ديالنا باش يكون خير ان شاء الله. المهم كما نرجعوا للموضوع من جديد، كما قلت لكم موضوع الاي كلود، موضوع الاي كلود كثير من الناس تتساءلوا شنو هو الاي كلود. اليوم غنوريكم شنو هو الاي كلود. اول حاجه، الاي كلود هو واحد الميزه اضافتها شركه الابل في الهواتف ديالها، في لي تابلت ديالها، وحتى في هذوك لي ايباد ديالها دارت ميزه الاي كلود. اذا الا شريتي شي تليفون ولا شريتي شي ايباد ولا شريتي شي تابلت ديال الايباد، ضروري تشوفوا واش فيها الاي كلود ولا ما فيهاش، وتشوفوا واش مفعل ولا ما مفعلش. وما عمرك ما تشري التليفون وهو طافي، او لا تشري التليفون وهو ما مأكتيفيش. واش فيه ميزه الاي كلود ولا ما فيهش؟ كيفاش غنعرفوا واش فيه الاي كلود ولا ما فيهش؟ غنوريكم كيفاش الاي كلود الخدمه ديالو. الخدمه ديال الاي كلود كتجي لهاد السيت هذا سميتو اي كلود بوان كوم. بهاد السيت هذا كتعرف التليفون ديالك فين كاين، وتتعرف التليفون ديالك واش باقي خدام ولا ما خدامش. وبهاد السيت هذا كيبقاو لي دوني ديالك محفوظين، مثل التصاور والنوامر ولي زيمايل وبزاف ديال الحوايج اللي انت خدمتيهم في التليفون ديالك كيبقاو محفوظين في هاد السيت. مثلا لي زابيل والنوامر تيكونوا هنا، والتصاور ديالك تتلقاهم هنا في بلاصه لي فوتو. بالنسبه تسرق لك التليفون وبغيتي تعرف، كتجي لهاد السيت هذا كتكتب iCloud.com، كتدخل الاي كلود ديالك ولا الايميل ديالك وتدي المود باس، وكتجي لهاد الخاصيه ديال لوكاليزاسيون كتدخل ليها. المهم انا هاد الاي كلود هذا عطيت ثلاثه ديال الناس، العائله ديالي ماشي مشكل. المهم عندنا التليفون هنا وعندنا هذا هنا وعندنا هذا هنا، فهمتي؟ ثلاثه ديال التليفونات انا عطيت باش كنعرف التليفونات فين تيتحركوا وفين تيمشيو، ماشي مشكل. هاد القضيه كما قلت لكم تتعرف التليفون فين تيتحرك وفين تيمشي. بغيتي ديرو لولادك تعطيهم التليفون وتتبقى مراقبهم فين مشاو وفين جاو. بهاد القضيه هادي، هاد القضيه راه مزيانه مزيانه بزاف، دارتها شركه الابل. في حاله تسرق لك التليفون ولا شي حاجه وبغيتي تعرف فين كاين، كتدخل لهاد الخاصيه وتتعرف فين كاين. كاينه حاجه اخرى، تسرق لك التليفون ولقيتيه فين كاين وبغيتي تهضر مع مولاه، كتكليكي عليه بحال هكا مثلا، كليكيو عليه. لا كنجيو لهنا وكنشوفوا التليفون اللي مفعل اللي فيه هذيك البوطونه الخضراء، كتعطينا هذه الميزه هذه. هذه هنا كيقول لك واش تنبهو بالصوت ولا تصيفط له ميساج مكتوب تقول له خويا صيفط لي التليفون ديالي ولا عندك لاري بيك ولا شي حاجه ولا. مهم شوف كيفاش باش تفاريع معاه، ما بغاش كاع هاد جوج الحلول، ما بغاش يرد عليك، تجي الحل الاخير هو تسبريمي له التليفون، ما تيبقاش مستافد منه وما تعرفش لي دوني ديالك. هاد القضيه مزيانه، هو كتسبريمي التليفون بخطره كاع الا ما بغاش يعطيه لك. في حاله عرفتيه فين كاين وما لقيتيش، هو راه كاين في هذاك المكان، تجي لهنا وتتسبريمي كاع وتتهني راسك. متفقين ولا ما متفقينش؟ الا بغينا ندخلوا لهاد السيت كما قلت لكم، كتكتب كود iCloud.com وكتدخل له عادي، كدير الكونت ديالك. وهذا في حاله بغيتي تشري تليفون، بغيتي تشري تليفون وبغيتي تعرف واش فيه الاي كلود ولا ما فيهش. بزاف ديال الناس ما تيعرفوش. المهم كنجيو لهنا، شركه الابل مؤخرا حذفات هذه الخاصيه، كانت دايره في هذا السيت هذا وحيدتها. انت كتجي لهذا السيت هذا وعاطينك واحد البلاصه كتدخل فيها الايميل وصافي، وكتعرف التليفون واش مأكتيفي ولا ما مأكتيفيش. الشينوا راكم عارفين الشينوا واعرين. المهم غنمشيو لسيت اخر، الرابط الاخر غنخليه لكم تحت الفيديو. الشينوا راكم عارفينهم واعرين، خرجوا سيت بحال هذاك السيت كتعرف واش التليفون ديالك فيه الاي كلود ولا ما فيهش.
حتى هو هذا نخليه لكم الرابط ديالو تحت الفيديو. المهم كنجيو لهذا السيت كنرجعوه بالانجلي باللغه الامريكيه. المهم كما قلت لكم كنرجعوه وكندخلو الكونت ديال كندخلو السيري ديال الايميل. كنجيو لهنا وكندخلو السيري ديال الايميل كما قلت لكم. المهم السيري ديال الايميل كتاخذوه من الظهر ديال التليفون، هو ندخلو قدامكم ونوريكم شنو يعطيكم. كما قلت لكم كتدخل الايميل، حنا دخلناه وكنجيو لهنا كنكليكو على هادي. المهم كتعطيك هادي بحال شي لعيبه كتدخلها. المهم هنا كتزين شي شويه، نزين شي شويه هنا كيعطيوك هادي. نشوفو كيما كتشاهدو معايا، لعطاك اوف راه مفتوح، لعطاك اون راه مسدود، متافقين؟ لعطاك اون بلا ما تقلب تشري التليفون ولا تخدم بيه، راه عرف راه فيه الاي كلود. عطاك اوف عرفو راه مفتوح، سير شريف افتح هدر بيه اللي بغيتي ما تخافش، متافقين؟ المهم باقينا نهضرو على الاي كلود، باقي بزاف ما يتقال على الاي كلود، ما عندناش الوقت باش نهضرو. المهم انا اليوم عطيتكم غير واحد طريف صغير، بقينا نهضرو كيفاش الا بغيتي تفتح الاي كلود وكيفاش شنو الطرق اللي تفتح بها الاي كلود، واش بصح كاينين شي دراري هنا كيفتحوه ولا لا. المهم ما تنساوش المشاركه معنا في القناه. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في حلقه جديده.